كانت قناة الجزيرة في العشر سنين الأولانية من نشأتها قدرت في تغطية أحداث البرجين إن هي تكتسب أيضا تأييد لما كانت عليه حتى بعد بداية الحرب على أفغانستان. الله أكبر. كانت تلك لمحة خاطفة عن الحرب في أفغانستان من وجهة نظر الطرف الآخر. علاقة الجزيرة بطالبان في أفغانستان أو بالقاعدة علاقة مخططة ومنظمة من طرف جهات لا أذكرها، ولولا هذه الجهات لا وصلت يعني قناة الجزيرة إلى أفغانستان أو إلى العراق. هي تعمل يعني وهي تخدم مصالح جهات ضد الأمة العربية، وهذه الجهات التي تخدم والتي تعمل ضد مصالح الأمة العربية هي التي تزودها بالأخبار وبالفيديوهات وتساعدها على مثلا الإقامة في مناطق منعزلة. في تغطية الحرب على أفغانستان أصبحت قناة الجزيرة القطرية هي القناة الوحيدة الموجودة اللي بتغطي هذه الحرب، ولم يكن هناك تبرير لعدم وجود قنوات أخرى، مع إن هناك كان كثير من الأحداث في كابول وغيرها مما كان يستدعي وجود أكثر من قناة. ده كان هناك تساؤل كبير على مدى نفاذ هذه القناة في ذلك الوقت. فمثلا من هي القناة التي أجرت أول حوار مع أسامة بن لادن؟ هي قناة الجزيرة. ومن القناة التي تستطيع في ذلك الوقت بعد أحداث 2001 تستطيع يعني الوصول إلى مكان أسامة بن لادن؟